سمية الخشاب ترقص على ريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالجونة. الجمهور يشبهها بإحدى العارضات الأزياء العالمية وتعلق دي ما تجيش نصي. نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو لها أثناء رقصها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة. علقت سمية الخشاب الرقص على الريد كاربت حاجة تانية خالص. حرصت على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة وارتدت فستان طويل شفاف مطرز. رقص سمية الخشاب على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة أصبح الفيديو الأكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي. لكن الغريب ان الجمهور شبه اطلالة الفنانة سمية الخشاب باطلالة كيندال جينر وهي تعلق على هذه الصورة. ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على احد المتابعين اللي قام بتشبيه اطلالتها في مهرجان الجونة باطلالة عارضة الازياء العالمية كيندال جينر في ميت جالا. علقت سمية الخشاب على الصورة وقالت ان في عارضة الازياء العالمية ما تجيش نص سمية الخشاب في مهرجان الجونة. أثار تعليقها ردود فعل واسعة بين الجمهور اللي انقسم لنصين، الأول مؤيد للفنانة سمية الخشاب والتاني ساخر من تعليقها. سمية من مواليد 20 أكتوبر سنة 76، ممثلة مصرية تبلغ من العمر الآن 45 عام. سمية سعيد السيد فتحة تزوجت للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن، كان زواجها تقليدي وانتهى بالطلاق لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن. بعد كده تزوجت للمرة الثانية سرا واستمر الزواج حتى عام 2014، بعدها بالفعل وقع الطلاق من زوجها السري اللي وضح سمية حينها انه رجل اعمال عربي معروف. في 20 اكتوبر 2017 تزوجت من المطرب الشعبي احمد سعد ده للمرة الثالثة، وانفصلت عنه في اواخر مارس 2019 بعد رفعها قضية طلاق للضرر.